مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة المحمدية. احنا الان كنتواجدوا مع ام ريان، طفل اللي تعرض للاغتصاب من طرف 7 اشخاص. هي تنازلات الواحد واخا ميمشي. عاودي لنا باختصار شنو طرى لولدك؟ غنقول لك حاولي ترفعي صوتك. انا قلت لك جالسه نهار حد، جالسه ما عارفه والو، جالسه كنهضر في التليفون حدا المحل ديالي اللي كنبيع فيه دوك الخبيزات اللي كنترزق فيه. الله يلا كريتو هاد الشهر، راه كدير الخبز هنا في الدار. هادي راه ما قلتيهاش دابا، كنعاود نقولها للمشاهدين. جالسه كنمريحه، الدري كيلعب حدايا في الكره، ما بقاش 15 يوم هادي ما بقاش كيطلع الفوق، كيطلع حداهم تما حدا دوك العناصر، يعني حدا الدراري اللي اغتصبوا. كاين واحد هو ساكن حدايا في الزنقه، جالسه حتى قال لي جا واحد منهم قال لي غتخليني نلعب الكره ونقولها لماماك. كيفاش باغي تقول لي يعني هدو؟ قال لي تخليني تلعب. هذه كلمه تهديد كتسمى، كلمه كيهدو بها الدري. غنقولها لماما كيفاش باغي تقول لي؟ انا شدو ولدي كيفاش باغي يقول لي ماما؟ صافي اسكتي ماما، غنقول لك الحقيقه ماما، انا ما ضربينيش. اول مره قال لي راه حيت نقولها لماما كتضربك، قلت له ما نضربكش غير قول لي الحقيقه. شنو قال لك هو؟ قال لي كيديوني للعشاء كيغتصبوني، 7 قال لي غتصبوني فلان وفلان، كاتبهم هو مقيدهم، قال لك قيدهم ليا، قيدهم ليا. ملي مشيت دفعت الشكايه للدرك الملكي ودرنا السفرتيك وداك الشيء، جاو شدوا غير واحد منهم. ولكن انت علاش تنازلتي؟ انا هذيك هي اللي غلطت فيها، انا غلطت وما كنطلب، ما عمرها تعاود لي الغلطه. غلطت تنازل تحت الضغط، جاو عندي. شنو هو الضغط اللي تعرضتي ليه؟ شنو هو؟ جاو عندي كيرغبوا فيا. انت حاولي ترفعي صوتك الله يخليك. جاو عندي وبقاو كيرغبوا فيا، كيرغبوا فيا هما والجيران. امو كتبوس لي راسي وباه، وهما الجيران راه حاضرين، هادشي اللي كنقولو راه غيسمعوه، وراهم حاضرين حاضرين الدار حدا الدار. يعني تا جا الدار بداو لي غير الدري اللي حدايا بالضبط، ماشي جمعوهم كاملين. كون جمعوهم كاملين ما غنديرش هادشي. يعني يعني بقى فيك الحال فاش تنازلتي؟ بقى فيا. شنو قال لك ولدك؟ ولدي دار فيا الكبير، الكبير قال لي علاش ماما تنازل؟ ما عندكش حق، قال لي تنازلي. كي هو تا ماما ما تنازليش، علاش ماما تنازلتي؟ علاش ماما بغيتيني نقتل ونمشي للحبس؟ قلت له ولدي انا درت غلط، وانا غنطعن في التنازل. انا عطيت عهد لنفسي قلت انا غنطعن هذا التنازل، وفعلا انا ما بقيتش قابله التنازل. صافي ما بقيتش قابله، وانا طاعنه في التنازل. واش قالوا لك نعطوك شي فلوس و... لا ما قالوا لي التنازل. لا لا ما نكذبش عليهم، جاو عندي الجيران كيعارضوا بيا، كيقول لي الله يرحم والديك، انا والدي انا يتيم ووالدي ميتين، الله يرحم لك الوالدين. شوفي حنا الدري، قالت لي مو انا ولدي الا بقى في الحبس شدوا ليا غادي نموت، الا شدوا ليا ولدي غنتسطى. كيرغبوا فيا خوها مرات عمها، فتما عاد لي جندرم كيرغبوا فيا يبوس ليا في راسي، كتقول لي انا مزاوقه لك في ميمتك. راه ولدي ما فكرتيش ان ولدك يقدر يكبر ويقول لك علاش تنازلتي لي على حقي؟ كذب عليك. ديك الساعه ملي كنت في الضغط صافي، في الاخر صافي صدمت، في الاخر لقيت راسي غلطت، غلطت وانا فهمتي ما عرفت ما كندير، ما انا غلطت، ما قارياش، ما عارفاش، ما عرفتش اش كندير. انا غير جيتي خديتي الورقه وسينيتيها، ما عارفاش علاش شنو كتسيني. ما فكرتش، وفكرت ما غاديش نصيد، صحيت صيدت. هذا هو الخطا اللي درت. ودابا كنطلب ولدك دابا ما بقاش كيقدر يخرج للزنقه، ما بقاش يقدر يخرج للزنقه. ولدي يقدر دابا، ولدي واحد شويه غادي يكبر غيولي يعيروه، حيت غيولي تعرض للهضره، غيولي يعيروه بيها. يعني ولدي غير فاش غنقول لك، اش غنقول لك انا ولدي انا كنشوف حيت ولدي ضاعت، حيت ولدي كله ضاعت فيا، كله ضاعت. انا مابقاش كتهمني حياتي، كتهمني حياتي. ما فكرتيش في التنازل؟ تنازلتي جيتي وتنازلتي هكاك؟ ما فكرتش، انا قلت لك تحت الضغط. تصوري الانسان كتخرجي كيدوي بصرك في راسك، يعني ماما بحال اللي راضي اللي قلت ماما ما كانوش خاصهم يجيو عندي. ماما في الحقيقه هما ما يجيوش عندي، في الحقيقه ما خاصهمش يجيو عندي، في الحقيقه ما كانوش خاصهم يجيو يطلبوني، ما يطلبونيش. خلوني انا ما عندي، انا مع مريضه كنشرب الدواء، ما عقلتش على راسي اش كندير. عندي واحد الدواء انا شربته ما كنعقلش اش كندير. دابا باش كنهضر معاكم ما شاربهاش، راه كنت شاربه الدواء ما غنقدرش ندوي دابا، وغنوري نقدر نوريكم هاد الدواء. راه كان رانا الله مدوزه، يا الله مدوزه
مريضه راه مريضه كيطيح ليا السكر عندي الكوليسترول طالع راه الطونسيو كيطلع ليا الله يحسن العون سمعت قبيله كتقولي على انك بغيتي تحولي من هنا باغا نتحول ما نبقاش هنا حيت ولدي الكبير غادي يتعرض لشي حاجه ولدي يقدر لو اعلم اش يوقع ليا انا ما خصنيش نبقى هنا بالكل وما عنديش باش نشري وما عنديش يعني اش غنقول انت كطعني في داك التنازل اللي درتي كنطعن فيه انا غدا نهار الاثنين غنمشي نطعن فيه علاش طعنتي فيه؟ نطعن فيه اني فكرتي وعاودت فكرت لقيت راسي درت خطا كبير دمرت نفسي غزيته نفسي غزيته علاش انا درت التنازل انا جات زعما علاش علاش انا دابا مفكرش ديك الساعه ندمت في الاخر ندمت علاش درته ندمت على النهار اللي درته فيه ودابا كنطعن كنكذب لك انا كنطعن انا كنقول لكم راه كنطعن يعني هذوك السبعه باقا كيدوروا باقا كتشوف كيدوروا عادي ما ماشي مشكل ني واحد قبيله كيضحك على ولدك دابا نيت دابا هو نيت دابا ياك التدابه كاينين عندي باغا نتسجلوا وقال لي راه خرجتي نضربك واخا عليك كيحلف عليه يعني ولدي تحت تهديد ملي شي 18 ملي شي جات الاذاعه وداكشي ولا كيهدوا ليا ولدي ولا كيهدوا ليا انا اللي خايفه على ولدي دخلوا شي جمعيات انا اش غنقول لك باقا ماشي حتى جمعيه انا كتجيني الاذاعه ماشي حتى جمعيه باقا شنو النداء ديالك لهاد الجمعيات انا كنطلب من هاد الجمعيات يدخلوا وياخذوا ليا حق ولدي راه يحسبوه ولدهم ماشي ولدي انا هاد الدري راه ولدهم ماشي ولدي راه اليوم ولدي وغدا ولدهم ولد الاخر ولد الاخر بقا يحسبوا هادشي وقع لوليداتهم وراهم امهات ويحسوا بيا يرحموني ويحسوا بيا انا غلطت مكنتش نتنازل انا غلطت درت غلطه كبيره وراس راسي غلطت يعني داروا بيك داروا بيا وما شاد لا فلوس لا والو بلا ما انت مره في حالهمش انا راجلي قال لي ما في حالهمش صافي عاد تجرجري ما شويتي عندهم كيصحاب داكشي غير ساهل راجلي ما كيصحاش هادشي غيوقع كيصحى داكشي غير ساهل حتى هو ما عرف ما يدير وضغط عليا قال لي لا غتسمحي ليهم ملي ما تشدوش هادو كلهم سمحي لي هذا غيمشي فيها هو بوحدو لا خاصهم يمشيو فيها كاملين هذا هو القصد ديالو هو حتى هو هذا هو قصدو قال خاصهم كلهم يتشدوا كاملين خاصهم يتشدوا كلهم وكنطلب كلهم خاصهم يتشدوا انا كنطلب من الجمعيه ومن المسؤولين ومن جلاله الملك بغيت هاد الناس يتشدوا بغيت هاد واخا حتى هما راه صغار عندهم 14 عام يعني راه كبار راه عارفين هما ماشي قد ولدي وبحال يحقروه انا حسيت بالحبره واخا واش ولدك ما كانش معاك فاش كان كيمشي يشدوه دوك الدراري يعني واش